الخير. هو يدخل هو يدخل القلب من باب ابوابه الحب بمجرد ان يخفق صوته ويخترق حجاب السمع ويتكاثر فيه ويتكامل مع شخص الشاعر الفنان الوسيم الانيق المتالق. هو احد مؤسسي الدراما في لبنان شكل مع النجمه الراحله هند ابي اللمع ثنائيا رائعا لا ينسى. وقدما سويا العديد من الاعمال التي نالت اعجاب الجمهور. عبارته الشهيره الو حياتي كانت شفره العشاق من جيل الاباء وقدم ادوارا تاريخيه بارزه والاهم انه ساهم في تعزيز مكانه اللغه العربيه بصرفها ونحوها وذلك بجمال مخارج حروفه وموهبته التمثيليه. عبد المجيد مجدوب هو كل ما تقدم بعد لحظات الو حياتي اهلا رجعتي بعدني واصلة كيف كانت الجلسة؟ حامي مو روعة كأني سيسرون عم بيخطب بمجلس الشيوخ بروما <applause> حلو التشبيه بس كثير عليك شوي انا بخصني هيك شبهوني مين؟ إكتاب. مين؟ يعني بدك تقول عشرين ثلاثين محامي داخل لما سمعوني عم رافع ولما انا خلصت التفوا حوالي وصاروا يهنوني وقالوا لي بالفصحى كمان ها هي امراه عظيمه وموهوبه تدخل الى قصر العدل مش قليل بكل تواضع عم حكي استاذ عبد المجيد مرذوب الرائع اهلا وسهلا فيك ضيف عزيز بخواب بالكلام انا كثير شاعر بانني متشرف كثيرا بهذا اللقاء كثير سعيد انني اجري هذا اللقاء مع بيتي الاول تلفزيون لبنان شكرا لك اليوم نحن كمان ببيتك مشكورين على صدفتك لنا شفنا ثنائي رائع حضرتك والراحل النجمة هند أبو اللمع ألو حياتي شكل لغاية الآن من أهم الأعمال التلفزيونية اللي مرقت بدراما اللبنانية وكنت أنت طبعا البطل بينك وبين حالك باليقظة وبالنوم هل لازلت زلت تردد ألو حياتي <applause> ما بعرف شو بتقصدي بهالموضوع قالوا حياتي هو عباره عن عمل قدم للناس طبعا هذه الفكره اختمرت براس مؤلف انا كنت منفذا ربما امينا ربما اضفيت من روحي من اسلوبي في الاداء ما اوصل الرساله بكل صدق وامانه الى المتلقي بس مش انا ابتدعت كلمه الو حياتي كده. الاستاذ الكبير الراحل رحمه الله عليه وجيه رضوان هو الذي انجب من افكاره هذه الطريقه وهذه اللفظه التي لاقت صدى عند الناس ولكن طريقتك يعني بالالو حياتي كانت نعم انا قلت انه ربما يعني انه اصلا هيدي ليست عائده فقط للاخلاص انا مخلص في كل عمل بعمل به واختم عليه دائما دائما ان كان هذا العمل لكن هذا تطلب هيك موهبه في حسن الهضم والاخراج بالشكل اللائق الذي يلاقي ذاك الصدى الجميل عند الناس والله عز وعلا وفقنا في هذا راحلة هند قبل نمع. رحمة الله عليها، لا شك يعني خسارة أولاً هي ذهبت قبل أوان حرام قطفت قبل أوان أستغفر الله ما بيجوز نقول حرام كان ممكن أن تعطي الكثير وكانت وجه كثير محبب للناس ومقبول يعشقونها يعني فيها فرح وفي قبول عن اطلالتها هيك بترتاح النفوس وبتستسم الوجوه بينبسطوا فيها باطلالتها شكلت مع الراحله العظيمه هند ابي اللمع ثنائي كان السابقة على الاقل اقول في لبنان وكان مختلفا ملفتا كثير الناس تقبلتنا مع بعض يعني مثل ما قلت بالبدايه كنتوا يعني لجيل الاباء كنتوا مثل شيفره حتى يعني الجيل الجديد اللي عم يحضر قالوا حياتي بتحس انه كمان بلا ما الانسان يقصد اول ما يحكي مع اللي بحبه بيقول له ايه قالوا حياتي فعلا هي الكلمه كانت محببه وطيبه ويعني وغالبا عندما تقولين لاحد حياتي يعني انت تقدرينه كثيرا يعني في اغلى من الحياه لا. ابدا بس هيدي مساله جيل الاباء اللي عم تركزي عليها انا اؤكد لك الاعمال العظيمه هي لكل الاجيال يعني حتى هلا الشباب صغار السن بالمتوسط والصبايا والشباب لما بيشوفوا هذه الاعمال بيتعلقوا بها تماما كما تعلق الاباء معك حق استاذ عبد المجيد، قبل ما نحكي عن بداياتك حضرتك يعني شو بتقول لطرابلس؟ طرابلس بالنسبة إلي هي كم من الحب والحنين والذكريات وأشياء أعتز بها يكفي أنني في طرابلس كنت يومياً يعني هيك أسعد برؤية وجه أمي الحبيب أنا فقدت الكثير عندما تركت طرابلس صدقا لكن ما يحزني أكثر أن طرابلس هذه البلد الحنون الحميمة التي كانت مثالا لبساطة العيش وصدق المودة والإخاء هي كمان في هذا الزمن الرديء فقدت كثيرا شو تبدل بين الماضي والحاضر من وجهة رابلس انا بفضل اسال شو اللي لم شو يتبدل شو ب... ما الذي بقي, بقي من تلك القيم العظيمه قيم المحبه والاخاء والحميه والاندفاع نحو الاخر والصدق والوجدان يعني القيم كلها كانت مجسده بكل تحركات ابناء تلك المدينة الجميلة في الزمن الذي أتحدث عنه شو بقى من أيضا الذكريات من حارة قبر الزينة بالحددين؟ الذكريات هيدي أشياء راسخة في دواخل الناس لا تمحي بتصبح جزء من الوجدان يعني عرفتي كيف؟ أول ما يجي على بالك شو بتتذكر؟ بتذكر عبد المجيد الطفل يلي كان مرح صافي السريرة خفيف الظل بيحترم الكبير بيلعب مع أقرانه الأجواء حولنا كلها محبة وابتسام كان شقي؟ شقي بمعنى شو؟ ضمن مظلة القيم الذي نتحدث عنها يعني أي حدا أكبر سنا إذا مر اقعد يا ولد خلص دغري بتحترمي وبتبتعدي وبتحترمي نفسك انه دائما اخوك الاكبر حتى لو كان جارك الاكبر اكبر سنا له عليك ان ان يامر وان تلبي بعده هيدا هيدي القيم كانت اشهر هذا القيم ما في طبعا ما بترجع ايضا للتربيه يعني مع انه خفت ولكن بعد في. يعني حتى شوفي التربية كانت ملقى بالعاطفة العاطفة الصادقة ما هو دولاب الحياة عندما يدور يطحن وبيتبدل قلتلك الزمن كان زمن بساطة وهدوء وسكينة وإخاء وثقة ما كان الشك كثيرا إلى هذا المدى يعني الناس تتفاعل مع بعض الجار يحنو على جاره يساعده الأم تخاطب ابنها برقة وحب ولطف تنهاه عن الخطأ وإذا ما ارتكب خطأ تؤنبه عرفتي كيف؟ أنه لا هيك ما بيصير تزرع به القيم شو بتقول سبب أنه خفت الـ الحنان يمكن والتقارب بين العائلة حتى بين الجيران والأصحاب والأصدقاء حبيبتي حركة الحياة في العالم كله تبدلت صدقيني ليس عندنا فقط حتى في الغرب المتقدم بيحنوا إلى كثير من الأشياء التي كانوا يعيشونها قبل جنون التحضر والآلة والتقدم والجنون حرقت كل شيء أستاذ عبد المجيد حضرتك يعني نشأت بعائلة يمكن فيها ست أولاد كنتوا ست أشقاء نعم أربع شباب وصبيتين هل كنت يعني مميز؟ أبداً لا أبداً بالعكس عادي عادي التميز شبه. بيبقى بينه وبين نفسه يعني مش إنه أنا مميز عند الآخرين صدرت مني. كنت تميز حالك. لا صدرت مني سبحان الله الله عز وجل يخلق ما يشاء ويضعه حيث يشاء يعني مش بالضرورة إنه أخين من بطن واحد وصلب واحد إنه يطلعوا على نفس المستوى من القدرة على الإبداع والعبقريه والموهبة. ربنا عز وجل يضع سره حيث يشاء مرات بتلاقي واحد هيك ممتلئ بال بالحياه والفرح والنباهه وسرعه البديهه والرغبه في العطاء والرغبه في التلبيه والابداع ويدهش الاخرين بتصرفات لا تبدر عن اخيه مثلا انه مثلا انه انا ما بعرف كيف انا والله لا اذكر كيف حدث هذا انه كنا جايين عن سيران يسمى سيران بيطلعوا الاهل بيقعدوا بالبريه وبيعملوا طبيخ وسلطه وبتاع ويشوا لحم بياكلوا واتفر ونحن راجعين وانا طفل مثل هيك سندباد حامل عصا على كتفي وماشيين واذ فجاه بيسمعوا هذا الطفل بيطلع بموال اوف يا يما وانا على عين شافني حسين وغمز لي بعينه يا يا طب ظل بصوت او يعني هذا زمن الطفوله يعني احرقنا كل تلك المواهب مع الزمن المهم يي ماما تقبرني منين تعلق والله ما بعرف بدات بكير مثلا اعزف عود طب هذا ما عملوه اخواتي فبتصيري التميز بك الذي لا تعرفين انت له سببا بيبدا يظهر يبرز يطفو على سطح الحياه بصيروا يقولوا تعس بالعيلة بالعائله بالاجتماعات سمعكم صوت ابني او فبتبدأي تبرزي تبرزي بين اقرانك واخوانك كنت تكون سعيد لما الناس الناس تسمعك وتحس هالتميز فيك كان اصابك الغرور شي مره بيتهيألي ليس من الموضوعيه ان ناتي على ذكر الغرور ونحن نتحدث عن فتره الطفوله والطفوله براءه وطهر ما فيها مجال للغرور يعني المغرور هو الانسان الذي يبدا يحقد على الاخر او يظن بانه يصنع معجزات فيتعالى ولكن في أطفال يعني بس يصير الاهتمام فيهم كثير ويحسوا حالهم أنه الناس حواليهم بتهتم فيهم اللي صوته حلو اللي بيعرف يرسم حلو في أطفال هيك بلا ما تحس يمكن بيتأثروا بالجو اللي حواليهم ربما ينطبق على هذا تسمية أي شيء لا الغرور الدلال, طيب الدلال. يتطلب المزيد من الدلال هل لا لا نحن حياتنا لم يكن بها الكثير من هذا ومسألة الغرور يعني هذا الإنسان عندما يكبر ينضج يفهم حقيقة أمور شؤون وشجون الحياة مستحيل أن يكون مغرورا والمغرور من المستحيل أن ينجح في كثير فنانين أصابهم الغرور بيسقطوا ما بيقدر يكمل ابدا استاذ عبد المجيد مجذوب رح نتوقف نحن وياك والمشاهدين لنشوف شهاده من احد الاصدقاء احب يعني يقول هيك يوجه لك تحيه عبر برنامج خواب بالكلام ونرجع من بعدها بنكمل برنامجنا اول معرفتي بعبد المجيد مجذوب بتعود الى العام بدايه العام 1980 وكان من حسن حظي اني شارك بمسلسل اسمه بنت البواب كان من بطوله عبد المجيد مجذوب وإنسي فرناني وكبار الممثلين ووجدت من عبد المجيد مجذوب اللي هو نجم كبير بهديك الأيام ومازال رعاية مساعدة دايما كان يعني يحاول يشوف شو بدي أدي لحتى أطلع بحل كتير جميل خصوصا أنه أول مسلسل كان بحياتي الفنية وكان عبد المجيد مجذوب بهديك الايام انه بس تقولي المتنبي او امرأ القيس فورا لازم يروح تفكيرك انه هالشخصية هاي بيمثلها عبد المجيد مجذوب بوجهها يعني اذا واحد بده يرجع بالتاريخ او يكتب بس بده يفكر بامرأ القيس او المتنبي دائما بتطلع صورة عبد المجيد مجذوب بهديك الايام ما في ساتلايت ما في فضائيات كان عبد المجيد مجذوب هو على رقعة العالم العربي كله النجم الأول دون منازع من بعد بنت البواب توطدت العلاقة واشتغلنا كتير شغل مع بعضنا كان عظيم جدا منه مسلسل ندم اللي كتبه هو وكان بطولتي أنا وصار في علاقة وحميمية بين بعضنا ووجدت بعبد المجيد مزوب شاعر كاتب مثقف نجم من غير عقد في ثقه يعني حقيقه، ثقه انه هو كان رجل اللفظ سليم جدا، اللغه سليمه جدا، الاداء اكثر من روعه فكان عصاميا وتعب على نفسه كثير حتى عمل اسمه. الحقيقه يعني عبد المجيد مجذوب كان وسيبقى رمز من رموز الدراما العربية وليس الدراما المحلية فقط ومن خلال برنامجكم الشيق والجميل خواب الكلام أنا بوجه تحية لعبد المجيد مجذوب الإنسان الممثل الأديب والكاتب وبقول الله يطول عمره لأنه سيبقى دائما هذه العلامة الفارقة لأجيال متتابعة في الدراما اللبنانية والعربية هذا الرجل ابو واصف الحبيب مدير الاذاعه اللبنانيه جلو تحيه للاستاذ محمد ابراهيم سلامة تعين ومحمد من القله ما هو شو في مساله الوفاء بيقلك لك ان انت اكرمت الكريمة ملكته شو يعني ملكته يعني انه مش انه بكره بعدنا انسى لا قلت لك الاشياء اللي بترسخ بترسخ بالوجدان تبقى حيه ربما هنالك احد مثلا حبيب وحميم اليك ينتهي عمره عمره المادي على الارض يدفن بالتراب لكنه لا يدفن تحت الارض بوجدانك يبقى حيا بداخلك ما بقيت يا حيه هيدي ملامح وسمات الوفاء محمد, محمد عنده الوفاء وعنده المحبه والحب انا والله لم اخلاص. امارس مع محمد شيء خاص مفتعل انا تصرفت بطبيعتي مع محمد كما تصرفت مع كل الاخوه الاخرين بس في احدهم بيزيدك اندفاعا في اعطائك نحوه تحس أن هناك متلقي ويعرف قيمة ما تقدمه هذا الرجل كان من هؤلاء أول مرة مثلت كان عندك نفس الشخصية اللي كنت تملكها الآن؟ مستحيل القول بهذا الكلام بهذه الطريقة لا طبعا بس أنا خدمتني شغلة فعلا عبير يعني أنا دخلت إلى هذا العالم أولا صدفة بحتة قادتني وجدت نفسي في هذا الخضم وأعمل وأعطي بسرعة حرقت المراحل وبرزت بين أقراني وأقراني هم الكبار الكبار يعني كانوا من يلي قدمك أو ساعدك؟ نجوم هو الشخص اللي حقلك عنه يعني كانوا زملائي اللي أعمل معهم محمود سعيد وحيد جلال جهاد الأطرش نجوم تلك المرحلة من الزمن يعني أواخر الستينات يلي أوصلني مخرج قاعد أنا قاعد ضيف عم نحكي بأمور شتى عامة لا علاقة لها بالفن كنا متعرضين بوقتها مباشرة يعني في نفس الآن لنكسة سبعة وستين فالحدث السياسي مزلزل في كل مكان عم نتحدث فيه فالرجل يعني سمعني عم أحكي وأدي واجبي قصتي من الكلام قال لي قوم سمعني صوتك على الميكروفون سمعته قال لي بتحب تشتغل ممثل فأجبته بإيماءة من رأسي أن نعم لأنه هذا صح أشياء كثيرة كانت دفينة في النفس وفت فأنا عملت سنتين قبل أن أقبل بأن أطل على التلفزيون في الإذاعة بالإذاعة شو بتختلف عن تجربة التلفزيون؟ كل التجارب تضيف <applause> مش للإنسان طبعاً مشابهة <applause> طبعا انت تتعلمين وخاصه بين ايدي اساتذه كبار عظام وانت مهتم ومندفع في طريق التعلم اكثر الغب من هذه المعرفه فبسرعه وصلنا فلما جئت الى التلفزيون لم اتي غريبا بالمطلق كانوا زملائي معي اللي حولي وفت وانا اصلا منتظر فرصه ملائمه فوقوفي كان وقوف المستعد لكن الذي لا يملك الخبرة أمام الكاميرا أدائي كان جيد بشهادة الآخرين لكن بسرعة وعندما دخلت ذلك العالم بدأت أطور نفسي معرفة بدقائق الأمور لكي أكون صالحا لهذه المهمة أستاذ عبد المجيد فترة السبعينات والثمانينات قدمت أعمال رائعة قديش برأيك بين هيديك الفتره بين يعني حضرتكم العمال حضرتك مثل ما قلت بالاول من مؤسسي الدراما اللبنانيه بين ما يقدم حاليا كيف اذا نعمل شويه مقارنه يعني نحن سبق وتحدثنا واتفقنا بانه الزمن تبدل حتى في ذاك الزمن نقدم برامج يعني لتثقيف الناس لتشكيل وجدان الناس كما يجب ان يكون الفن لا عم نادي مواد للتسليه انما قيمه فيها مستوى فيها رقي هلا هل حتى هذا فقد هذا لا يعني انني اتوجه بالتصغير او التحقير او الاستخفاف بالزملاء الذين يعملون اليوم ولا اقول ابدا بانني احسن من اي احد شوفي حبيبتي عبير الموهبة ليست وقفا على أحد أنه أنا وبعدي خلاص لا يزرعها الله حيث يشاء متى يشاء مباحة متاحة لكل الناس في كل الأزمان لكن الزمن برمته يتغير ومع تغير وتبدل الزمن تبدلت المواضيع اللي عم يتناولها الناس في العمل الفني العادات والتقاليد نحن منقول الأمة لنا تقاليدنا لنا عاداتنا لنا قيمنا طبعا هلا أولا جزء من تقليد الغرب برضو ما بدي يشتم من كلامي أي توجيه أي نقد أو انتقاد لأحد أنا لست ناقدا لكن أبدا لا أقبل أن أكون منتقدا لأحد أنا أترك للناس الناس لا تجمع على خطأ أن تقرر هي الماضي كان أجمل ام ان الحاضر اجمل؟ بين الو حياتي لعطاك هال الشهرة الواسعة نعم وبعدين اعمالك المتتالية قديش حملك مسؤولية انك تعطي اكثر وقديش صارت الاضواء عليك اكثر اي مسألة المسؤولية من طبيعة الشخص انا حتى قبل ان اعمل فنانا بحياتي العادية يعني أنا في البداية كنت أعمل بمهنة تتطلب الكثير من المسؤولية يعني كنت أغوص إلى أعماق البحار وأقوم بعملي كولدر دايفر في الإنشاءات المتعلقة بالتنقيب عن النفط في أعماق البحار وبرضو في ذاك في تلك المهنة حرقت مراحل وبسرعة لفت النظر إلى إمكانياتي وإبداعي وكان هذا كله بمسؤولية يعني حضرتك بشخصك وجهية. منطقي إيه. بتحب تتابع ادق التفاصيل يعني حتى لما بتبعتني مرتي اللي روح اشتري لها خضرة بشتري بمسؤوليه المش... وجه السحاره بجيب بيض وجهي لا مش بالضروره <تصفيق> يعني <تصفيق> ما هن بيقولوا وجه السحاره بيكون احلى شيء ان تحسن الانتقاء ان تحسن الانتقاء استاذ عبد المجيد نحن وياك والمشاهدين رح نتوقف مع فاصل اعلان ومنتابع بعدها خوابي الكلام والسيف والرمح والقرطاس والقلم كل ما حكيت معها كلمة بتلاقيها فتحت دالوز وردت علي ب 12 مادة كنا ننتظر هذه الساعه وان كانت في وقت غير مناسب للزياره فاهميه اللقاء بك تفوق الماساه التي تركتها وراءك دون ان تنظر الى الخلف ما الذي تعنيه من وراء كلامك انت سبب تدميرها لذلك يجب ان ادمر حياتك ايتها الافعى اية امرأة انت؟ اي دور تلعبين؟ احبك شفنا استاذ عبد المجيد يعني عدد من عدد من اعمالك بكل بكل عمل مختلف جدا كنت ابو الطيب المتنبي الفصحى عملنا أعمال كثيرة بال... الصوت الجميل الشكل الجميل بالبدايات يعني وكأنه كانت هنالك غاية لإطلاق اللغة العربية الفصحى الحقيقة أكثر الأعمال التي عملت في البداية وإن كانت معاصرة يعني مودرن بس كانت باللغة العربية الفصحى شجاعة كانت الانتقال الى اللهجه المحكيه هلا انا رايي بالفصحى مثل ما بيقولوا شهادتي مجروحه لاني يعني لعبت دور بالعشق العشق بي. الاكبر في حياتي هو للغه العربيه يعني اسمك واللغه العربيه صاروا يعني بس ليقولوا استاذ عبد مجذوب اول شيء اللغه العربيه اول كلام باللغه الفصحى وكمان بتضيف للانسان لقب شوفي هذا يعني لما بدنا نقعد نفلسف الامور كثيرا طبيعي يعني وان يكون اسهل واكثر تقبلا لاذن المتلقي و يعني موسيقاها الطف واكثر انسيابا في اذنه عندما تخاطبه بلهجته التي يتكلم بها لكن لغتنا العربيه الفصحى هي اللغة الأم أستاذ عبد المجيد لكن أنت من يعني الممثلين يمكن الوحيد اللي بيتكلم حتى لما الواحد يتصل فيك على التليفون كمان بتبادروا وبتلقي التحية عليه باللغة الفصحى حتى حديثك باللغة الفصحى يعني أنا هيك في حياتي يعني برضو يعني يمكن فيها عقل أنه أنا أحب الجمال بالمطلق ولا مجال إطلاقاً للمقارنة بين روعة جمال وموسيقى وغنى اللغة العربية الفصحى وأية لهجة محكية في أي مكان في الدنيا أبدا لا مجال للمقارنة بالنسبة لإلك أستاذ عبد المجيد مرزوب بين أعمالك اللي قدمتها أي عمل بتعتبر أنه شح لك أعطيت فيه من قلبك لأنه كل أعمالك أعطيت فيها من قلبك بتعتبر أنه القمة برضه ليس من حقي انا بالنسبه لك كشخص انا أيام اي أيوة عمل اقرب الى طبيعتي يعني كشخص شخصيه هلا في الاقرب الي في الاصعب في نحكي عن الاقرب والأصعب الذي نال نجاحا اكثر عند الناس فرقع اللي هو مثلا مثل حول غرفتي وألو حياتي الحقيقة مجموعة الأعمال اللي عملتها مع الراحلة هند يرحمها أبي الله, الله هندا باللمع كلها كانت محببة لقلوب الناس لأنه هن تقبلوا هال... هالثنائي الثنائي الجميل أحبوه يعني هيك كانوا يستمتعوا بلقائنا معا يعني و... ونحن ركبنا تركيبة جميلة وفي شغلة من عند الله يعني أن أن تتوائم الأشكال والارواح بحيث تشكل حاله مقبوله الى هذا القدر عند الناس، هذه شغله مش من صنعنا يعني يعني الثنائي ما بيركب مش مهنية اذا ما كان في تناسق او تقارب كاريزما مثلا في شيء هيك الضد يظهر حسنه الضد يعني هي كانت امراه رقيقه جميله فيها ملامح اوروبيه اميره هي اميره حقيقيه بالجواز مكتوب الاميره عند بلما. وانا واحد شكلي فشكل عربي فشك صحراوي أخوة. جلف هيك ركبوا على بعضهم فتقبلت الناس هلا بالنسبه للعمل كما تفضلتي صحيح 100% انه انا اي عمل كائنا من كان مذ بدات اعمل حتى الان والى الابد ان شاء الله انه ان الله يحب من العبد اذا عمل عملا ان يتقنه ببذل اقصى ما عندي، بس العمل اللي حبيته حسيته قريب من طبيعتي كانسان اسمه عبد المجيد مجذوب رغم انه هو ملك ابن ملك وانا درويش ابن درويش امرؤ القيس القيس حبيت حكاية صراع حكاية صراعه مع الحياة شو قريب لشخصيتك غير انه كنت عم بتقول هو ملك ابن ملك وانا ابن على كل حال مش هذا اللي بيميز يمكن روح المغامرة روح المغامرة روح بتحب الشاعر والتحدي والعنف حضرتك وال... شاعر لا و... لا 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 ما نبلش نغلط مع الناس العالم كلها بتقول عنك شاعر كبيرة هيدي القصة و... وبتحكي حكي حلو وبتقول شعر حلو ما في شيء لخوابي الكلام لا ادعي انني شاعر كيف احنا ما اتهمناك بالادعاء الناس انا بتناول ال... هيك شغلات بتمر بحياتي بعبر عنها باسلوبي خربشة يعني هيك بيقولوا هلوسة في حدا ما هلوس بزمانه طب قلنا هلوسة رجعي حلوس. لتاريخك كم هلوسة عاملة لحد كتير بقى. كل حياتي هلوسة كلها يعني مثلا انه يعني انا احسست باكتمال الرجولة وال... انه اكبر وانضج وعيب أه وكنت بعدني يعني بعدني شب حلو وكذا بس بعدك شب حلو؟ استغفر الله يطول عمرك انه بمجرد ما صرت 45 أه مثلا صرت حس انه لا عيب تطلع صبايا بصبايا حلوين صغار هيك لا ما بيجوز أيدي يعني بتقول انه الاعجاب له عمر بيوقف عنده الانسان بطل بالشيء. يعجب بحدا؟ يعني انه تقى انا اتقي الله في نفسي ففي صبيه جميله شامية للأمر بتشبه هيك قد ما حلوه رميت حبالها شباكها وبتاع علقتك؟ مش علقتني انا لا اعلق ابدا فخفت خفت من نفسي ومنها فهربت من دمشق بس قبل ما اهرب كتبت لها كلمتين هيك يعني هذول حنمرقهم بس لانه كرمال خوابي اسمها ريم فقلت لها ريم على القاع ام ريم بساحتنا ويلي علينا كم الغزلان تذبحون يا ريم رمنا فرارا من ضبا الدنيا اين المفر وحور الشام ترصدنا لا أريم بعد لهلا ما مأثر فيك ما ان نقول خلصنا من شراك هوى حتى تحن الى الاوجاع اضلاعنا الطهر ثوبك اما ثوبنا فتقن حتى ولو باتت الاشواك مرقدنا جن الفؤاد لوجه راق منظره فلينزوي حزنا وليعدم الوسنا الحب بحر عذاب لا امان له تجري الرياح به كي تغرق السفن الله جميل استاذ عبد المجيد ومش هالوسات تواضع زياده عن اللزوم استغفر الله لا بس الذي لا يعرف قيمه الشعراء الذي يعرف من هم وما هم الشعراء يعني لا يحق له ان يتحدث بشيء اسمه شعر يعني انا فيني اصل الى حدود مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي هذا من تجيبي مختلفتين اللي يعني سمك شيء المتنبي اللي قلته انت واللي هلا كمان يعني انا دي دي فيني اقول عشب <applause> قس مثروف فسه قد جد نل غذر مي صبح مغزوس بي رعزع دي لي اثنينل وهذا دعاء لو سكت كفيته لأني سألت الله فيك وقد فعل. شعرة تمثال للروعة أنتِ. تمثال للروعة أنتِ لم يحلم فيه إزميل. حرص الخلاق بإبداعك آن صفاء وقت أصيل خليها دايما <applause> 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 أستاذ عبد المجيد مجدوب رح أيضا مع فاصل علينا تاني ونرجع بعض لخوة بالكلام بداية بدي هنيكم هني تلفزيون لبنان على الانطلاقة الحلوة والتطوير اللي عم يحصل فيه و... وبدي هني بشكل خاص اللي اختار اسم هالبرنامج لأنه تسمية لها طابع ثقافي تراثي وبنفس الوقت بالمضمون بتأكد على أهمية أنه نحفظ ذكرتنا الشعبيه برجع للشخص اللي اخترتوه حتى يكون ضمن هالخابيه واحسنتوا الاختيار عم نحكي عن ابو خالد هلا طلعت معي ابو خالد بالطريقة اللي هو بيقولها هو احيانا كثير كان يتلفن لي يقول لي اذا بتريد ما تحكي باللهجه اللي انا بحكي فيها لانه صوتك بيطلع احلى من صوتي ابو خالد ناضل آمن بالكلام الرائع بالحكمة الرائعة اللي بتقول من كان يومه مثل أمسه فبئس غده اشتغل كتير على حاله ما قبل بيوم من الأيام أنه يكون يومه مثل اللي قبل كان يطور نفسه دايما هو من فريق الناس اللي أنا بعتز بصداقتهم لأنه عندن قناعة، عندن اقتناع بانه اليوم اللي بيمروا علينا وما بنطور في نفسنا وما بنطور في محيطنا لا يحتسب من ايام العمر. ابو خالد من الناس اللي يصح فيهم القول بانه خير لك ان يكون لك صديق لألف سنة من ان يكون لك في كل يوم ألف صديق. ابو خالد الفنان أه بيكفي اعطي عنوان انه ابو خالد فنان اصيل بزمن الفن الصعب والالتزام بالفن الصعب لانه الفن اللي هو مارسه من اصعب الفنون لانه بده يحاول ونحن بندرسه يعني هلا في في علم خاص صار هلا اسمه سوسيو دراما وبسيكو دراما بالسليقه بالفطره ابو خالد كان عنده إياهم رغم هالزمن الصعب وهالفن الصعب ابو خالد قدر يحصل جوائز كبيره وجوائز على مستوى العالم العربي كله سوا بفنه انا بعطيه توصيف فنان متانق صاحب الفن المتانق هذا انسان متواضع مثقف آه الايجو عنده حاضر بحب نفسه ما في شك بس ما بحياته اساء استخدام هيدا الايجو ما بحياته طلع على كتاف حدا او على ظهر حدا بنى نفسه بنفسه انسان توجه لإلو كل التحيه بكل اللحظات مش بس بثلاث دقائق بكل الاوقات ما فينا الا نبعث له سلام وابتسامه ونقول له ان شاء الله عمره بيطول وبيضل حاضر اسرته بالطريقه اللي هو حاضرنا وبيضل النا شرف انه نكون ضمن اصدقائه اللي ما في ما بذكر انا لحظه اجتمعنا فيها مكان الادب والفن والشعر والكلام الحضاري والكلام الراقي ومكان الضحكه والطرافي الا تالتنا تحيه لكم تحيه لاله وابو خالد يطول عمرك حبيبي يا ابو علي شفنا سوا يعني العميد ظاهر الب... عينه هذا كمان من الرجال العصاميين جدا وقيمة حقيقة شوفي الحكمة العظيمة التي تفوه بها انه خير لك كثيرا من ان يكون لك صديق على الزمن من ان تختر في كل يوم صديق صحيح هيدي عميقة الحكمة طبعا أنا شوفي استغفر الله حيبدأ يبدأ يفنس الواحد أنا ولا ولا واحد من شي 80 سنة لهلا صار صديقي قديش قلت؟ 80 كثير لا, لا قد عمرك؟ لا مش معقول 18 بلغت ما ايه ولا واحد أو وحدة صار في هيك اخذ وعطاء وايمان احدنا بالاخر وانه انتهت الحكايه الى بطريقه فجه او ابدا الذي يحب يبقى يحب الى الابد واصدقائي اصدقائي كلهم اذا واحد لم يكن يملك اهليه ان ان احترمه لا يمكن ان يصبح صديقي استاذ عبد المجيد كنا حكينا شوي عن الدراما وحضرتك يعني بعد بعد الحرب الاهليه قبل خلينا نشرح نحكي شوي عن الحرب الاهليه كيف كنتوا تقدروا تعطوا تمثيل وتعملوا مسلسلات وكانت الحرب قايمه والدنيا قايمه كيف كان الانسان بحد ذاته الانسان كان عم يقدر يعطي انا اخذت حظي او نصيبي من هذه الحرب بشكل جدي وصبت بالاحداث 400 شخصية. دخلت مستشفيات خطفت انا وهند ابي اللمع وانطوان ريمي و بس بالاخر يعني الحياه لابد ان تكمل مهما حدث يعني تخيلي أنه بلد بده تستمر في القلاقل والحرب على طول لابد ان تتحركي بطريقه ما بحيث ان يكون هناك مجال لان تكون حياه بدك تعيشي يعني يعني تتغلبي على كل الصعاب تجدي حلول مهما كانت حده عقده المشاكل يعني عانينا وربنا وخدنا اولادنا ورحنا وسافرنا وجينا وبالاخر وتعرضنا الى كل ما تعرض له كل ابناء الشعب اللبناني لكن ها نحن الحمد لله ما. برغم من الحرب وكانت الأعمال ناجحة أيوة عنه. والأمور الآن ليست أفضل بكثير من ذي قبل يعني نحن ما زلنا نعيش مآسي أكيد آسف. أدمت أبو زيد الهلالي وحصاد المواسم والعدد كبير من المسلسلات ولقيت طبعا صدى طيب وإعجاب عند الجمهور كيف يعني سألتك هالسؤال قبل كيف بتشوف الدراما اللبنانية حاليا ولكن مع ممثلين يعني الشباب شو رأيك بالممثلين الشباب جيلنا والله في شباب ممتازين مثل قلت لك انا انه الموهبه ليست وقفا على زمان او مكان في شباب عملوا عملنا معا ما بدي اذكر اسماء لكي لا اسيء لاحد ولا يعني طبعا محمد ابراهيم انا عشقته من اول يوم عامله معي ولعب دور ابني الاستاذ محمد اللي هو هلا مدير الاذاعه مدير الاذاعه وبعتز دنيا بصداقته ومحبته في شباب اخرين عملوا معي، فادي ابراهيم اشتغل معي باسم مغنيه اشتغلنا مع بعض، عمار شلق وكلهم كانوا شباب جيدين مرات الجو العام المهيمن على الحاله والساحه ساحه العمل بيخلق يعني نوع من الجديه بيفرض نفسه على الجميع فبتلاقي الكل يعني عم يتنافس في الابداع بتحسي المساله فيها جديه بس حلو انه يعني؟ انه الممثلين او باي عمل يصير في تنافس على الابداع جيد جدا بالعكس على الابداع فليتنافس المتنافسون لانه الابداع نتيجته عطاء طيب للناس عرفتي كيف وانت تقدمي شيئا خيرا بس مرات لما بينعدم تنعدم الجديه عرفت كيف والرصانة والرغبة في الإبداع بتأتي المسائل هزيلة لا أريد أن أن أقلل أدب على أحد ولا أن يعني أنه يجيب سيرة شيء ما بيسو الشباب مثل ما قلت لك هي الحكمة الموهبة ليست وقفا على أحد هلا هل هلا في مسلسل المسلسل الاخوه اللي شاركت فيه نعم. في مجموعه من الزملاء اللبنانيين وسوريين طبعا ابدعوا زملائنا السوريين بس في شباب وصبايا لبنانيين عم يعطوا بابداع ملفت كان ملفت دورك محوري ولكن يعني منه منه كبير مقصود هذا مقصود أن انتقوني من بين كل الزملاء في كل انحاء الدنيا مش بالعالم العربي أنا قال لي المنتج طبعا أنا أي حد بده يبعث لي عمل أو بده يطلب أن أتشرف بالمشاركة بعمل بطلب الورق بدي أقرأ أعرف أنه أنا مفروض علي أن أحافظ على ثقة على الناس ثقة الناس, الناس ورضاهم فلما أرسل لي الملخص ملخص 35 صفحة لمسلسل ملخص مش معقول قرأت أحسست بأنه هذا الشخصية هي المحور الذي تدور حوله هذه المعمعة الكبرى وصوره ستكون في بيته وإلى آخره وأنه هو فقط وصية ومشهد فلاش باك آه أحببت أنه شيء جديد شيء خطوة لم آه أخطوها في حياتي فقبلت عندك أدوار جديدة عم بتقوم بالتحضير لها؟ عم يتحضر لشيء بدي ألعب شخصية إنسان عمره 80 سنة مم. وله ثقل لا يقارن بتاريخنا كأمة بس ما بدي أحكي أكثر من هيك عنه لانه بصير هيك لت بغير محله استاذ عبد المجيد وضعت صوتك على يعني عدد من الرسوم المتحركه افلام الرسوم المتحركه انا كيف صاحب كانت مؤسسه كيف مؤسسه خلود الانتاج. الانتاج كيف كانت هالتجربه وقديش بتحس انه فيها مغامره؟ ابدا اطلاقا انا يعني مش انا حط يعني انا بالاخر هيدي انا املك هذه الشركه خلود الانتاج اللي يعني كنت يجيني من لندن من لندن اغلب الاعمال افلام دوكيومنتري وثائقيه ويجينا افلام كرتون بس كرتون شيء جميل وكان الزملاء كلهم معي ونحن في فتره صعبه ما حدا عم يشتغل ميشيل تابت والفيرا يونس وفلان وعلتان وفادي ابراهيم ومحمد ابراهيم وكل هالناس وقاعدين بلا شغل وحرب وضرب فكانت هيدا مثار عمل يعني انه لقمه عيش دخل وكنا احباب وهيك اسره يعني ليش تجربتك السينمائيه منا منا مثل التجربه التلفزيونيه يعني كبيرة. ما بدي اقول قدري او يعني ظروف عملي انا التلفزيون اخذني من كل شيء من المسرح الا من الاذاعه لم يستطع بقيت مواظبا على المذياع حتى الان لم ابتعد عن المذياع ابدا تحب الاذاعه اكثر من التلفزيون؟ مش بالضرورة يعني أعشق الإذاعة وأعشق التلفزيون بتحب صوتك كثير؟ يعني ولا أنت فكرك أنه ما أقدرش أحب اثنين يعني لا هذول اثنين بواحد يعني بس وبتغني بتغني ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين صديقي دك دكتور فضل ظاهر كنا نحن لفترة طويلة من الزمن في عمر معين نجتمع نخبة من الأصدقاء في بيتي في بيته في بيت الثالث في بيت الرابع انا على العود ونغني وغناء الاصيل القديم انا اشك انه يكون في حدا بالعالم العربي مثلا حافظ كل اغاني ام كلثوم كلاما ولحنا مثل ما انا يعني بس انه هلا انا غني لا استاذ عبد المجيد كنت عم تحكي عن قديش يمكن ام كلثوم حافظلا اغاني من الفنانين الطرب الاصيل الاصيل ايام الايام الحلوه الاصوات الحلوه لمين بتحب من اللبنانيين؟ والله عنا كثير شباب اصواتهم حلوه كثير في شب انا بطرب سبحان الله هيدي بتصير مزاج عرفتي كيف؟ مزاج نكهه هيك بتخاطب مشاعري وائل الجسار وائل ما بعرف اكيد لما بيغني هالصديق من الجيل الجديد جديد يعني من الشباب اللي, اللي طالعين العرب تبعه بيخاطبوني هيك بصدق الاداء ال 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 تبعه بحبه حتى هو لما عم هو عم بيأدي كمان عنده شوية آه هيك بي... بس كلن احبابي واصحابي راغب عليهم عم كمان الجيل القديم راغب ابني حبيبي يعني والتقينا في اماكن اخرى من العالم بعشق وبعدين بعشق اناقته وذكاءه وابداعه وفنه وخامته عنا صوت شاب اسمه وائل كفوري الاصوات كثيره ومعلمنا مجنون ملحم اصوات شباب اللبنانيين كثار حلوين والبنات كمان ما سميت حدا من الجيل القديم اللبناني؟ يعني هلا اذا بدي اقعد اتفلسف انت بدك تزربيني <applause> بالمطرح لانه يا فيروز وعوديه بعدين نص لا في عودي. ناس بتحب بت... كل الناس بتحب مين ما على بيحب مين ما بيعشق نحن بدل. عم عم نشيل ال... الالهه ونحكي بالبشر آه رحل ابراهيم مرعشلي حبيبي رفقة عمر 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 يعني من لما كنا عم نحبه في البدايات بالتلفزيون رحمة الله عليه فريال كريم أنا ما بقدر أدعي بإني أنا كنت شخصيا صديق مقرب لفريال سيدة فريال كريم مثل ما كان إبراهيم مرعشلي يعني لأنه بتعرفي كانوا رفاق مسرح الوطني و... كمان آخر آه آخر اشتغلوا بس كنت كتير احترمه وعزة ونلتقي بمناسبات طبعا اللي راحوا كتار وكبار وعظام مين تتذكر بعد؟ من اللي راحوا، على راس اللي راحوا بتذكر حبيبي انطوان ريمية أكيد اللي عملت أستاذي حبيبي كثير كنت احبه لانطوان وجيه رضوان كاتبنا العظيم يعني هل هالناس العتائي الممتلئين قيمة وطاقة طاقة على الإبداع ورغبة في الإبداع الشخصية اللي ما قدمتها وبتحب تقدمها اللي ما مثلتها يلي ما قدمتها وبحب اقدمها يعني مثلت الدور اللي ما يلي ما قدمته بفنجان ما في حدا هالقد انا معجب فيه وما صح لي يمثل دوره يعني على هالحكي هذا كلام فاضي شخصية معينة يعني مش ضروري اسم فيك تقول لي يمكن ما لعبت الشخص الحنون لعبت القاسي لعبت شي واحد عامل تنظيفات قدره رمى بهذه المصلحة واستطاع بالصبر والأناة والذكاء الخارق أنه ينتقل من ذاك المكان بكل جدارة وإبداع وعنفوان إلى أن يصبح قائد الأمة تجربتك بالكويت بألمانيا؟ ألمانيا رحت درست مهنة بالكويت اشتغلت كفنان بدك أحكي لك عن ألمانيا؟ شوي احكي بقى عن النسوان <applause> والحلوات وبعدين بوجودك انت ما لازم يذكر <applause> اي شيء طول الحلقه متخزلني ولكن اي بلد الانسان بسافر عليها ان كان للدراسه او للعمل بتعرفي نحن يعني انا جاي من بيت رقيق الحال يعني اهلي ما كانوا قادرين يبعثوا لي بدل مصروف سواء للكليه ستيفنسون او للسكن والدراسة والم... لا أنا زلمة كنت أشتغل وأدرس عرفتي كيف؟ تعبت مية كفحت طبعا ما قالوا يعني بالشهرتين طبعا الناس اشتغلت بكل شيء وكل شيء كل شيء يعني من الزبال هذا اللي قلت لك نفسي العب دور انا لعبه أه هالدور لا مين ما بدك وما حبيت ارجع خالي الوفاض فجبت معي بنت المانيه تجوزتها هون نمساويه نمساويه ايه الكويت تجربة العمل كمان أضافت عليك؟ أضافت خبرة في العمل بس مش زواج ما زواج لا لا كفيك <applause> <applause> أبو خالد إن شاء الله نكون هيك قدرنا طبعا حياتك الفنية كتير متشعبة ومليئة بالنجاحات والوسيط لسابقك إن شاء الله نكون قدرنا هيك مرقنا انت اسعدتني بهذه الزيارة العظيمة وانت اسعدتني بقبولك فردا فردا اوجه لهم التحية كي. اللي تعبوا معنا واحب ان اؤكد لك بانني اشعر برضا غامر وكامل لانني ساطل على اهلي من شاشة تلفزيون لبنان هذا امر كثير بيعني لي <applause> أبو خالد الفنان الكبير عبد المجيد مجذوب شكرا لك مشاهدينا الكرام شكرا لحسن المتابعة إن شاء الله لقائنا بجدد الأسبوع القادم مع مبدع جديد من خوابي الكلام تحياتي